متتبعي قناة أنفاس بريس، في عز المجموعات الغنائية سنوات السبعينات من القرن الماضي ظهرت مجموعة غنائية استطاعت أن تجد لها موطئ قدمين ضمن هذه المجموعات. الأمر يتعلق بمجموعة السهام. منذ سنة 1979 إلى حدود 2021 ظلت السهام يعني دائما تصدر ألبومات جديدة من أجل يعني تعزيز الأغنية الوطنية والأغنية المغربية. سي خالد مشفق، مرحبا بك. اهلا وسهلا، وعبركم لكل متتبعي قناه انفاس بريس ولكل جمهور مجموعه السهام. شكرا لكم مره ثانيه على الاستضافه وعلى تغطيتكم للحدث حفل توقيع الشراكه الجديد لمجموعه السهام اللي كيحمل عنوان تعيش بلادي. شكرا لكم مره اخرى. تعيش بلادي هو العنوان الاخير للالبوم اللي صدرته مؤخرا، اللي جاء من بعد الالبوم الاخير اللي في 2019. واش كانت لكورونا يعني سبب في التأخير ولا إصدار الألبوم الجديد؟ هو بالطبع كنا في 2019 كنا درنا ثلاثة القطاع، أريديك، مازال الخير، والزمن الجميل. هادو كانوا دازوا في القناة الأولى في سهرة نجوم الأولى. ومن بعد كان عندنا واحد المحطة أخرى، لأن جات ظروف ديال كورونا وكان بالصعب بما كان الالتقاء من أجل نسج قطع أخرى. ولكن بالنسبة لمجموعة السيام هذه الظرفية ديال كورونا حاولنا نديروا فيها مراجعة الذات، وحاولنا نحاولوا يكون واحد تفكير عميق وتفكير رصين من أجل الرقي بهذا المسار ديال مجموعة السهام والظهور بواحد الوجه مشرف للسهام من طرف متتبعيها. وكانت بعض الاغاني اللي فرضت نفسها في هذا السؤال ديالي في الالبوم. كان واحد اللي بغيتي تقول تجميع تاع الاحداث تاع السنه، يعني كاين كورونا، كاين الحدث تاع طنجة المفجيع، كاين الاحداث الوطنيه اللي عرفاتها قضيه الكركارات وكذا، يعني تجمعوا في واحد الالبوم. هادشي اللي معروف على مجموعه سيام، مجموعه الموضوعات، ومجموعه اللي دائما كانت لصيقه بكل ما هو ملامسته للواقع الاجتماعي او الواقع النضالي او اي موضوع الواقع الوطني. اذا اي موضوع الان اللي كيفرض نفسه عليك سيام ضروري كتكون لصيقه بهذه المواضيع. والعصاره ديال هذه المواضيع خرجت على الشكل التالي، هو تعيش بلادي لانها ملحمه وطنيه بكل امتياز. ابت مجموعه سيام الا ان تجسد بكل روح وطنيه التصاقها ملحمه الشعب والوطن من اجل ان تدلو بدلوها في اطار كل ما يمس قضيه الوحده الترابيه، وكل ما يمس كرامه الوطن، وكل ما يمس قضيه الوطنيه. فمجموعه السهام ابت الا ان تكون لها راي في تعيش بلادي، للرقي بلادي تحت الرياده الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. متتبعي قناه انفاس بريس، خلال يعني حفل التوقيع تاع الالبوم تاع تعيش بلادي كانت واحد الاغنيه اللي تفاعل مع الجمهور بشكل كبير، وهي اغنيه تاع الحي المحمدي. اش هي قصه تاع الاغنيه هذه؟ والحي المحمدي هو حي الفن بكل امتياز، لان اولا الحي المحمدي هو يجري في دمنا، ولان كنا الاعضاء جل اعضاء مجموعه السهام هما ازدادوا في هذا الحي المعطاء، ازدادوا الحي ديال المقاومه، الحي الكفاح، الحي اللي تسمى باسميه محمد الخامس. كان وجات بعض الاحداث اللي كانت في الحي المحمدي اللي مساتنا في العمق ديالنا، وابينا الا ان تكون واحد الأغنية لهذا الحي على الطاقات اللي كيحمل الفنية ولا الثقافية ولا على جميع المستويات الرياضية ولا كل 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 الأطياف ديال الحي المحمدي تجسد في هذه القطعة. لأنه وأنت كتبع هذه القطعة كتحس بالحنين لهذا الحي، وكتحس بالعروق والجذور ديال بصراحة تفاجأت بردود الأفعال على الصعيد العالمي بكل صراحة. كانت مكالمات هاتفيه اللي بكل صراحه كاين اللي بكافيه، كاين اللي بكل صراحه كيشكر مجموعه السيام على التطرق لهذا الحي المحمدي. والحي المحمدي راه هو طرف منا، ودائما غنبقاو ولاد الحي المحمدي ونبقاو وفيين لهذا الحي. ما كناش نسمعوا ولا مقطع اما مغنات اما كلمات. الحي المحمدي يا عمري ومجادي، الحي المحمدي يا دعمي وسندي، فينما كنت نولي ليك انت ديما ساكني، يا ارض النضال، يا ارض الكفاح. وقطعة طويلة، وكنتمنى اللي بغي يطلع عليها اكثر يدخل القناة ديالنا عبر اليوتيوب
وغيشوف القطعة جميلة. القطعة جميلة، القطعة جميلة. السهام تعرفت بمجموعة من الأغاني اللي عندها واحد طابع وطني ولا طابع اجتماعي، وخاصة الملف تاع المهاجرين المغاربة. يعني مثلا مجموعة من الألبومات تتحدث عن الهجرة، تتحدث عن المعاناة تاع الهجرة هذا. علاش هاد السهام؟ السهام دائما كانت أولا كما قلت لك مجموعة السهام مجموعة المواضع. كتلقى الشق المغاربة المقيمين بالخارج بكل المعاناة ديالهم بكل الأطياف، لأن مجموعة السهام في جعبتها ما يناهز أكثر من 21 قطعة تغنت بالمعاناة ديال العمال ولا ديال المغاربة المقيمين بالخارج. وفي نفس الوقت مجموعة السهام اللي كتشتغل الآن بشكل مؤسساتي وبشكل معقلان وبشكل رصين تخلد سنويا الذكرى الوطنية، اليوم الوطني للمهاجر اللي كنا كنديروا، لكن نتأسف هذا العام لأن الظروف الآنية اللي كتمر من البلاد. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء وترجع الأمور إلى ما كانت عليه من أجل الالتقاء بإخواني. احنا كانت مجموعة السهام دائما تكرم جمعيات المجتمع المدني وتكرم في الجانب الرياضي وتكرم الجانب الفني. فهناك والجائحة ما منعتناش العام اللي فات على أننا رغم الجائحة احتفلنا بالإخواننا المقيمين بالخارج. كان عندنا الدكتور في جمعية سويسرية، وكان عندنا واحد دكتور وفاعل رياضي في الديار الكندية، عبد الرحيم محجوبي مخرج سينمائي في الديار الأمريكية، عبد كمبوش في الديار الفرنسية، وسعيد أحشقون وسعيد حليفي من الديار الهولندية فنانة بجوج. تكرمنا هاد التولة ديال الفنانة، وصراحة كانت لقات واحد الطيب طيب من طرف. كما قلت في المقدمة جات مجموعة سهام في ظل وجود مجموعة من المجموعات الغنائية، لقنا غير الناس الغيوان جي جلالة. أشنو السر اللي خلاكم يعني تلقاو المكان ديالكم وسط هاد المجموعات؟ هو السر هو أولا مجموعة السهام، السر ديال البروز الأولي لمجموعة السهام كان من الصعب بما كان أنك تلقى لك حيز وسط المجموعات الرائدة، الناس الغيوان جيل جلالة المشاهد والتقدة وإلى غير ذلك من المجموعات. وأعتذر أن نذكرش كل شيء لأن مجموعة تبارك الله كاين حافل بالمسناوة والأرصاد للعشاق ولا الأرصاد تبارك الله كاين طاقات كبيرة للمجموعات، ولكن في السبعينيات كان بالصعوبة بما كان أنك توجد لك واحد الحيز. ولكن الحمد لله مجموعة السهام استطاعت أن تبصم بمسار قوي بانطلاقة قوية، وكان عندنا واحد الجمهور تبارك الله اللي تبعنا وشجعنا على أننا نستمروا في هذا اللون. ومجموعة السهام ديك الساعة كانت تكون من طلبة وكان هذا حافز واللي خلى مجموعة السهام الآن مستمرة إلى يومنا هذا اللي تبارك الله كذا ما يناهز شحال نقول لك شي 44 سنه دابا على التواجد مجموعه السهام، وما زالت تنتج وما زالت تعطي. هذا ان دل على شيء، ان دل على التلاحم داخل مجموعه السهام. الرصيد الثقافي كان ليه واحد 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 الدور كبير وكبير جدا في داخل مجموعه السهام. وانا كنعتبر مجموعه السهام مجموعه العائله، مجموعه العائله بامتياز، لان الروابط المتينه داخل مجموعه السهام هي اللي كتخلي أن كتضمن لك الاستمرارية. إضافة إلى ذلك عندك بعد النظر وعندك استراتيجية في العمل. من غير ذلك كاين واحد ربان ديال هاد السفينة اللي هو أخي ورفيق دربي عبد المجيد مشفيق المخرج بقناة الأولى. تبارك الله زخم كبير في العطاء على مستوى الكتابة، على مستوى اللحن، على مستوى التوزيع. إذا ملي كيكون عندك ربان متمكن ومتمرس ضروري كل شيء كيكون غادي في اتجاه صح. ذكرت اسم سي عبد المجيد وتصح لي المعلومه اللي كانت خاطئه، وكان تيقرا عند سي عمر السيد، هو تلميذ تاع سي عمر مدرسه الشروق، كان كيقرا في الابتدائي عند عمر السيد، وهو بطبيعه الحال كان تلاميذ ديال وسي عمر السيد، هو اللي كان قدمكم انتم كمجموعه السهام في احدى السهرات في بدايات ديالكم. هو احنا اولا كان واحد الجوله في ابان بدايه ديال مجموعه السهام، كانت جوله عبر ربوع المملكه، وكانت السهام مرافقة لمجموعة الغيوان. وبكل صراحة أقولها وأحيي مجموعة ناس الغيوان الرائدة من هذا المنبر، لأن احتضنت السهام، لأن ماشي احتضنتها مجانيا، احتضنتها لأنها رأت فيها
رأت فيها واحد البادرة طيبة اللي بصمة قوية اللي غتدير المكانة ديالها. وكان عبد المجيد راه كان 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 مع العربي باطمة ما كينزلش من الطوموبيل عنده. وكان عمر السيد كانوا لاصقين بينا وكانوا دعم لينا بكل صراحة. عمر السيد راه المرحومة بنته سهام راه سميها على مجموعة سهام. بكل صراحة زعما كاين الناس الأفضل ديال الناس الأيادي البيضاء على مجموعة سهام ما كننساوهاش. من جملتهم المرحوم المراني الشريف اللي كان حتى هو من بين اللبنات الاولى اللي حطت الامور في المسار الصحيح لمجموعه السهام. حنا ما كننساو حتى شي واحد. كل واحد كانت عنده أيادة بيضاء على مجموعه السهام كان من هذا المنبر كنقول لهم اللي باقي في الحياه الله يطول في عمره واللي مات الله يرحمه. فهاد المغرب تعرف بهاد المجموعات الغنائيه ما تتخافش انت يعني كعضو في مجموعه الناس الغوار بان هذا النوع تاع الغناء مجموعه السهام عفوا ينضطر مستقبلا. اش نقول لك دابا حنا دابا الهم اللي عندنا دابا حنا كمجموعه اللي كتشتغل في هذا الاطار ومن اجل الرقي بهذا العالم المجموعاتي اللي كنتميو ليه واللي عنده واحد الصدى وعنده جمهور كبير وكبير جدا. عرف كل صراحة باقي جمهور والجمهور اقسم لك باقي جمهور ذواق وتواق للكلمه الرازينه والرصينه. واللي تفاجئنا في هذا العمل الجديد ديال مجموعه السيام من اطفال يافعين كنقولوا مثلا الموجة الشبابية لا أظن ذلك لأن كل لون عنده موالي وعنده جمهور. فاش تخدم منتوج اللي واجهيت يتلقى ما زال هذا اللون عنده جمهور دياله وما زال عنده متتبعين دياله عبر العالم ماشي عبر المغرب عبر العالم لأنه وصل العالمية. والآن احنا اللي خصو نشتغلوا عليه هو أول الخلف. احنا السهام دابا عندها مدرسة وعندنا الخلف اللي كنشتغلوا عليه البيبينير ديال مجموعة السهام لمجموعة أطفال السهام اللي كنشتغلوا عليهم. وعندنا مثلا إنتاجات خاصة بها. حنا عندنا بعد النظر في هذا الشيء من أجل استمرارية هذا اللون لأنه كيمثل أولا الهوية المغربية وهذا اللون راه طابع مغربي محض خصنا نحافظوا عليه. سي خالد شكرا لك عطيتينا واحد شوية الوقت ديالك. الله يبارك فيك. متتبعي قناة أنفاس بارس إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.